السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكانكم مشاهدينا الكرام أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها بالطبع في نهاية هذه الحلقة. نبدأ من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا من أزمة رفع أسعار الوقود في العراق، إذ كذب أحد الناشطين من محافظة ديالى التصريحات الحكومية بشأن تسعيرة البنزين المحسن، بقول الحكومة إن هذا القرار لا يؤثر على الطبقة الفقيرة، حيث أكد المواطن أنه من خلال مشاهدته وجد الكثير من محطات الوقود التي توفر البنزين المحسن وهي شبه فارغة، وأن المتضرر من هذا القرار هم أصحاب سيارات الأجرة، مطالبا الحكومة بالعدول عن هذا القرار. دعونا نشاهد هذه اللقطات مشاهدينا الكرام التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي. هاي أول تجربة لي بالتزود بالوقود بالتسعيرة الجديدة للمحسن ب 850. حقيقة اللي لاحظته أنه المحطة بعد ما كانت تشهد ازدحامات مستمرة، اليوم ماكو مركبة أو مركبتين يزودن بالوقود. هذا القرار اللي اتخذته الحكومة، اللي يقولون أنه هذا القرار ما يخص الفقراء وما يأثر على الفقير. لا، أني أحب أنوه أنه هذا أكيد راح يأثر على الفقير، صاحب التاكسي، الأسواق كلها راح ترتفع بعد ارتفاع الوقود. أغلب أصحاب التاكسيات هم مركباتهم تحتاج البنزين المحسن، فأكيد بعد ما ارتفع سعر البنزين هو راح يرفع الكروة على الفقير. أيضا الأسواق راح ترتفع. البنزين مرتبط بكل شيء مثل الدولار. نتمنى من الحكومة العدول عن هذا القرار اللي ما راح يسب في مصلحة الفقير، بالعكس راح يأثر عليه. نبقى مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر، إذ انتقد ناشط من محافظة النجف هذه المرة، انتقد القرار الحكومي بشأن رفع تسعيرة البنزين المحسن متسائلا: أليس من حق الشعب أن يتم دعم متطلباته بجزء بسيط من الميزانيات الانفجارية؟ لافتا إلى أن القرار سيضر بشكل مباشر الطبقة الفقيرة، فعلى سبيل المثال أصحاب السيارات التي تنقل المسافرين بين المحافظات سيقومون بزيادة الأسعار على المواطنين لتغطية النفقات المترتبة من هذه الزيادة. ومثال آخر على ذلك، سيارات نقل البضائع التي تأتي من المحافظات أيضا سترفع أسعار المنتجات التي تنقلها، نظرا لأن تكلفة الوقود ارتفعت، وبالتالي سترتفع أسعار المواد الأساسية الاستهلاكية على المواطن الفقير. دعونا نشاهد ونستمع. الحكومة العراقية رفعت البنزين المحسن الى 850 دينار. ليش يابا رفعتي؟ والله قاعد نستورد وقاعد الدولة العراقية تخسر ملايين الدولارات، بس من تطين بنزين غاز جاز نفط خام لدول الجوار بسعر رخيص وتخسر الدولة العراقية مليارات الدولارات، وميزانية الدولة العراقية كل سنة 120 مليار موازنة العراق لل 24، ما يصير يطلعوا لهم مليار اثنين خمسة دعم للمواطنين. والله هذول اهل المحسن كل عدة كدلك وتاهو يستعب. لا، هو مواطن ما حسبت حساب أبو السيارات الأمريكية اللي من الشمال للجنوب أهل الأجرة أهل التشارجر والغيرة، هذا راح يصعد السعر الأجرة، وبرأس أيضا الفقير اللي ما عنده سيارة وسيلة نقل بين المحافظات، ما حاسبين حساب اللي يشتري له سيارة بثلاثين واربعين ورقة، سيارة مدعمة مية دعمة لين على قد فلوسها، ما حسبت السيارات اللي اكو الاكسنت والغيرها والريو خوش الكوري اللي الناس همين على قد حاله يشتري بالاقصد موظف او الرجال على باب الله. هاي كل السيارات الدج توينز الا
محسن ما حسبت حسابه اي دولة، وعليه مثل ما ابناء النجف الغيارة معظم البنزين المحسن قاطعه، وين ما تروح البنزين خانات فارغة. يا المحافظات العراقية حقيقة انتفضوا بطريقة حضارية، مثل ألمانيا قبل كم سنة زودوا الأسعار، قطعوا الطرق بسياراتهم. مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى مقطع آخر. إذ استهجن ناشط قرار الحكومة برفع أسعار البنزين المحسن من 650 دينار عراقي إلى 850 دينارا لكل لتر واحد، والسوبر المحسن أو البنزين السوبر من 1000 دينار عراقي إلى 1250 دينارا، مشيرا إلى أنه على أيام أقام جولات لسؤال أصحاب التكاسي والفقراء، وأجمعوا على أنهم جميعا يقومون بتعبئة الوقود المحسن لرداءة الوقود العادي ولتسببه بأعطال كثيرة لسياراتهم، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة. وتساءل هذا المواطن، أليس من الأولى أن تقوم الحكومة برفع الضرائب على المنتجات الضارة كالمشروبات الكحولية والسجائر وغيرها، أو فرض ضرائب على السيارات الفارهة والتي لا يستخدمها إلا أصحاب السلطة، بدلا من إصدار قرارات عشوائية تضر بمصلحة الفقراء بالمقام الأول؟ دعونا نشاهد. احنا شاهدنا، يبدو هناك أزمة، يبدو هناك مشكلة بالمقاطع. عموما نحن شاهدنا وعرضنا لحضراتكم الموضوع بشكل مختصر. دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. أبو أمير يقول: محركات الجي دي آي والتيربو والمحركات 1400 و1600 الكورية أغلبها الدوج دوانس، وجاينا الصيف، يعني آني كاسب ومجبور أفول محسن لأن السيارة الدوج دوانس ولأن تمشي على العادي، منو يدنى للمحسن؟ فأفول تقريبا محسن شنت كل 5 أيام 30 لتر، صح غالي بس أقول أحافظ على المحرك. هسه صار فرق نفس التفويلة 6000 دينار، يعني بالشهر فرق 30000 دينار، ليش هالأذية؟ تعليق من عامر يقول: والله نتمنى من أصحاب السيارات اللي تستخدم بنزين محسن تترك البنزين لفترة أسبوع، ما حد يدخل المحطة، وخلي نايم بالبنزين خانة وشوف الحكومة شلون تتراجع عن قرارها. تعليق لدينا من أنمار يقول: الحكومات المتعاقبة وكل مستشاريها الفاشلين بالاقتصاد والسياسة وإلى آخره يدعون بعد إصدار أي قرار يخص قوت الشعب ومتطلباته اليومية أن هذا القرار ما يأثر على الفقير، لكن العكس هو الصح، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا يقول أنمار. مهند يقول: بكل دول العالم الحكومة تعمل لصالح الشعب إلا بالعراق، الحكومة ضد الشعب. تعليق لدينا من مصطفى يقول: هسه البنزين لو بجودة عالية يساعد على أداء المحركات واحتراق صحيح نقول ما يخالف، بس هو يجيك شوائب ومخبوط نفثة وأكتان بالـ80% وسعره مبالغ عجيب. طيب علي أبو ياسر يقول: أنا متقاعد وسيارتي الصينية رخيصة السعر، محركها حجمه 1800 لا يعمل إلا بالبنزين المحسن، وإذا أستعمل البنزين العادي معناها راح أقابل الفيترشية يوميا. طيب لنستمع مشاهدينا الكرام لرأي السيد أبو علي من واسط. تفضل يا أبو علي، حياك الله، ما تعليقك على هذا الموضوع؟ هل تعتقد بأنه قرار صائب أن ترفع الحكومة سعر المشتقات النفطية وتحديدا البنزين، أم أنه قرار غير مدروس؟ السلام عليكم أستاذ الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. قناة الرافدين. أهلا وسهلا. هو يعني هو قرار صحيح لكن غير مدروس. يعني لو تنظر إلى نسبة الفقر بالعراق، يعني تحت خط الفقر حوالي 40% من الشعب العراقي. الدرجة المتوسطة يعني توصل إلى تقريبا حوالي يعني 45% المتبقية، يعني 15% هم أصحاب الأموال، رؤوس الأموال بالعراق اللي يعني عكوا علامة استفهام على مين جابوا هذه الأموال. لكن يعني الدولة إذا تي ترفع أسعار وتزود الإيرادات، هذا يعني ما حد يوقف ضد الدولة، وصحيح الدولة تبحث عن إيرادات غير نفطية، لكن تنظر المفروض إلى الشعب. يعني أنا من أريد أرفع الأسعار
أكو استثناء موجود، يعني أوزع مثلا فوتشرات على المواطنين أصحاب الدخل المحدود واللي دخلهم يعني ما يتعدى 1.5 مليون دينار بالشهر. زين أنا إذا أنا يعني أدفع، المواطن يدفع تقريبا حوالي ربع راتبة للبنزين من غير الموجود الازدحامات بالشوارع والتوقف السيارة راح تستهلك بنزين هواي. طيب أنا إذا أخذ ربع راتب الموظف اللي بعدين أقول أنا راح أزود راتبة، بنتهيك راح ترفع حالة التضخم بالبلد. هو يعني المفروض الدولة تحافظ على التضخم بالبلاد، أنه ما تضخ أموال يعني سيولة نقدية زائدة يعني بالسوق العراقي. طيب بس أنا أريد أقاطعك بجزء نتحدث به وندردش شوية. السؤال هو العراق بلد نفطي بالمقام الأول، لماذا ترتفع به أسعار أو ترتفع فيها أسعار المشتقات النفطية بغض النظر ما هي، إن كانت بنزين، إن كان النفط الأبيض المستخدم للطهي وللتدفئة وغيرها، إن كان أمور أخرى. يعني إحنا بلد بالأساس اعتمادنا 95% على الواردات النفطية، طيب إحنا ليش بلد أسعار النفط به أو البنزين ترتفع؟ ما هو المبرر لهذا الشيء؟ شوف، هي الآن هي الدولة طبعا بسبب فشلها بزيادة إيرادات الغير نفطية بالبلد تلجأ إلى هذه الحلول، بأنها توهم الموازنة أنه هذه إيرادات غير نفطية، مع أنه هذه إيرادات نفطية تعتبر، لأنك أنت جاي تبيع مشتقات النفط عن طريق الشعب. هو الارتفاع موجود، يعني مثل لو رحت للسعودية، رحت للإمارات وقطر، الأسعار تعتبر عالمية، لكن أنت شوف دخل المواطن في السعودية وفي قطر وفي الإمارات بالنسبة إلى دخل المواطن العراقي. يعني المواطن العراقي ما يتعدى $600، بينما الدخل في السعودية وقطر والإمارات يعني ما يقل عن 6000 دولار. مع وجود فارق مهم للغاية، وهو محطات التصفية أو المحطات اللي تحول المادة الخام إلى وقود يستهلك عن طريق البنزين أو غيرها، المصافي. القصد أنه إحنا البلد نفطي حالنا حال بقية هذه البلدان اللي تفضلت وذكرتها، لكن ما عندنا هذه المحطات العملاقة اللي تغنينا عن الشراء، تغنينا عن الاستيراد. احنا ليش دا نبيع النفط الخام الى ايران على سبيل المثال ونرجع نستورد منها المشتقات النفطية بعد ان تتم معالجتها؟ طيب يعني هذا كلام غير منطقي. اولا يكبد العراق خسائر كبيرة، مليارات الدولارات سنويا، وممكن يوفر على العراق هذه المليارات فيما لو استغلت صح، وعن طريق انشاء محطات جديدة بدل المحطات طبعا اللي تعرف اللي انسرقت واللي تفلشت واللي اهملت وغيرها. هذه رجعنا الى نقطة الصفر، انه صاحب القرار في ما تسمى بالدولة العراقية اليوم او الحكومة العراقية هو مو ملك نفسه، يعني صاحب القرار هو يجي املاء عليه من الخارج، سواء بمصافي النفطية ولا بالمعامل ولا بتوزيع الايرادات. يعني الان لو تلاحظ تجي الموازنة الدولة عدل يتجاوز تقريبا حوالي 35% من قيمة الموازنة، وهذا يعني قانون المحاسبة العام الموجود في البلد. هذا مفروض الموازنة ما تقر، وهي طبعا هي همامة مقرورة، يعني الدولة تمشي، يعني دائما أشبهها بزراعة الدين. صاحب القرار عندنا داخل البلد هو مو عراقي، صاحب القرار إقليمي، يعني إيراني، أمريكي، تركي، سعودي، سوري، لأنه أنا أمنع الدولة تشتغل. يعني الآن لو تلاحظ الدولة صارت دولة دكاكين، دولة مطاعم، دولة كافيهات، ماكو معامل، ماكو مصانع. الشباب أكثرهم قاعدين يعني لا شغل ولا عمل. الدولة بدال لا تعلم تتخرج يعني صناعة يدوية وحرف مهنية، جالس تنطيهم مساعدات تسمى والله طيب الرعاية الاجتماعية. هذه الدولة يعني انت ذكرت لي اول سؤال انه غير مدروس. الدولة من تصدر قرار ما عندهم دراسة للقرار وما عندهم نتائج ايجابية او سلبية. وكان هناك تصريح غريب من الحكومة نفت فيه ان المتضرر سيكون الفقير من هذه السياسة المتبعة او الخطة التي وضعت لزيادة او رفع اسعار البنزين. حقيقة لا اعلم، وهذا الموضوع اثار استهجان وسخرية عراقيين، أنه كيف فهمت الحكومة بأي منطق أن رفع أسعار البنزين لن ينعكس سلبا على المواطن الفقير؟ كيف لا ينعكس سلبا إذا كان التاجر على سبيل المثال الذي ينقل بضاعته عن طريق الشاحنات سيجبر إلى رفع أسعار المنتجات التي ينقلها
سائق مثل ما تفضل أحد الأخوة قال سائق السيارات السيدان الصالون اللي تنقل المسافرين بين المحافظات سيضطر أن يرفع الأجرة على المواطن بالنهاية لأنه سعر البنزين ارتفع وهو يريد يعوض الفرق. طيب كيف لا يؤثر على المواطن الفقير؟ من أين علمت الحكومة أن رفع أسعار المشتقات النفطية البنزين وغيره لن يؤثر على المواطن؟ مو هي الدولة أساساً ما تنظر للمواطن، هو من المواطن بنظرهم صراحة. المواطن هو صاحب التصويت اللي رح يصوت للحكومة اللي ما يتعدون 15%. يعني أنا من قسمت لك الشعب العراقي 16 مليون هذا تحت خط الفقر، هذا أساساً حتى سيارة ما عنده. 20 مليون هذا الموظف الطبقة المتوسطة اللي راتبه ما يزيد عن 1.5 مليون، هو هذا المتضرر الفعلي. طيب تجي تقريبا حوالي يعني 4 مليون هم هذا الوزراء وحماياتهم واصحاب الاموال اللي هم جاي يدير اموالهم الفاسده داخل البلد، فلذلك هم ما ينظروا للمواطن. المواطن طيب. شكرا جزيلا سيد ابو علي من واسط، اشكرك للمشاركه. ننتقل الان مشاهدينا الكرام الى موضوع اخر لدينا في هذه الحلقة. في الوقت الذي يسعى فيه كثيرون في العراق إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، تبقى هناك ظاهرة ملحوظة وهي السيارات التي تسير في الشوارع من دون لوحات أرقام ومضللة كذلك، حيث رصد أحد المواطنين سيارة حمل كبيرة بدون أرقام تسير بتهور وأمام أنظار المرور والشرطة في طريق الزبير في محافظة البصرة. دعونا نشاهد هذا المقطع مشاهدينا الكرام الذي تم توثيقه في محافظة البصرة. طيب ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. تمثل ظاهرة رؤية سيارات بدون أرقام تتجول داخل المحافظات العراقية بطريقة غير مقيدة بينما تمتلئ الشوارع بدوريات الشرطة والمرور، تمثل حالة أصبحت اعتيادية بالنسبة للمواطن العراقي، وتعكس هذه الحالة طبقات من التفاوت بين تطبيق القانون وتنفيذه على المواطن العراقي البسيط وبين من يملكون الظهر والسند من أحزاب ومدعومين وغيرهم، حيث يبدو أن القوانين تطبق بشكل أكثر صرامة على الأفراد العاديين والمواطن الضعيف، في حين يتم تجاهل تلك القوانين ولا تطبق إطلاقا عندما يتعلق الأمر بالأفراد ذوي النفوذ والمسؤولين في الحكومة. مواطن تحدث عن انتشار سيارات مضللة ومن دون أرقام سوى تواجد نصر الجمهورية، شعار الحكومة شعار النصر الجمهوري مكان اللوحة وسط بغداد، في إشارة ولتوصل رسالة أيضا إلى أن هذه السيارة تابعة لشخص مهم. دعونا نشاهد. روسة سيارات مضللة سودة هندس وبدون أرقام ومكتوب لي ورا رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، وزارة الخارجية. زين هذا من يرتكب جريمة لو يسحق له واحد، شو نروح نشتكي؟ شو نقول؟ مكتوب لي ورا رئاسة الجمهورية لو رئاسة الوزراء؟ ما يصير عمي، ما يصير. انت حكومة لعد ليش تحاسبون العالم؟ انه بلا ارقام مفحين للناس. مشاهدينا دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. جمال يقول وين هم المرور من يطلعون بالإعلام ويقولون القانون على الكل؟ تعليق لدينا من علي يقول أعداد كثيرة متواجدة في قلب بغداد، يقصد السيارات المضللة والتي لا تحمل لوحات. ماهر يقول حكومة ويقولون نحن السيادة، هم ما يحترمون القانون. خليل يقول هاي السيارات أدوات تستعملها بعض الأحزاب. هناك تعليق من خالد يقول مدير المرور وين قانون متابعة هيتشي سيارات بدون أرقام؟ ومقتدى يقول حتى السيارة الدبلوماسية مهيج، شنو السالفة يا الحكومة؟ بالفعل دول كثيرة في العالم تستخدم أو تميز
السيارات الدبلوماسيين على سبيل المثال أو السيارات التابعة لشخصيات مهمة في الدولة بنوعية معينة من اللوحات من الأرقام، لكن تبقى هناك أرقام، تبقى هناك لوحات تعريفية لهذه السيارة. بالطبع كما ذكر الأخ في آخر مقطع، في حال لو ارتكب خطأ معين عن طريق هذه السيارة أو من يقود هذه السيارة أو من يجلس ويتواجد في هذه السيارة، بإمكان المواطن أن يستدل على صاحبها أو على هذه السيارة عن طريق اللوحة، حتى وإن كانت مضللة هي في النهاية هناك رقم معين بإمكان المواطن أن يقدم هذه الشكوى إلى دائرة المرور، إلى وزارة الداخلية، وبخلاف هذه الإجراءات. لكن أن تكون لوحة لا توجد في السيارة والسيارة مضللة، بالطبع هي تشي بأشياء كثيرة حقيقة. دعونا ننتقل إلى موضوع آخر لدينا في هذه الفقرة مشاهدين الكرام، إلى محافظة القادسية، حيث طالب أحد الناشطين في قضاء عفك، طالب الجهات الحكومية الخدمية بالالتفات إلى منتزه حي أور الأولى حيث يعاني من الإهمال ويحتاج إلى توفير ألعاب للأطفال وسياج وتنظيف حاويات أو تنظيف الحاويات للمحافظة عليها. دعونا نشاهد. المتنزه حي أور الأولى في قضاء عفك محافظة الديوانية. شوف هذا المتنزه مش قد حلو ومرتب وخضراء، يعني أرض خضراء مرتب، والريدة يكون مدينة للألعاب. الريد من عندكم يا بلدية عفك ألعاب للأطفال تضيفونهن لهذا المتنزه، والريد سياج إليه، إلى سياج لأن هنا يذبون نفايات. بس الريد من عندكم سياج وشيلون هذا القصب والعاقول، هذا شيلونه تنفونه سياج وألعاب. يا قائم مقام عفك استاذ قاسم العرباوي، هاي المناشدة لك من حيور الأولى إلى مدير بلدية عفك استاذ ياس كاظم. الريد ألعاب لهذا المتنزه وسياج، رحم الله والديك. والريد هاي الريد إنه حاويات حتى ما يذبون نفايات به، الريد حاويات لهاي المنطقة. هاي المنطقة منكوبة حيور الأولى، أي عضو مجلس محافظة نقول له تعال تابع هذا الموضوع. يعني أنتم مو بس بوقت الانتخابات تجون لهاي المناطق على مود الأصوات، خلي يجي أي نائب بالبرلمان، أي عضو مجلس محافظة، أي مكتب متابعة يجي يتابعها ويضيف لها ألعاب، خلي يسوي لها حل. إذا صدق يعني يردون يحافظون على علاقتهم وتواصلهم مع الشعب، وصدق يردون يبنون قاعدة جماهيرية لهم يخدمون بلدهم ويخدمون مدينتهم، تابعوا هذا المتنزه، ضيفوا له ألعاب وسياج وحاويات ونظافة خدمة إلى أهالي قضاء عفك. هاي نريد لها سياج، وهاي النفايات إن شاء الله تتنظف، ونريد حاويات الحيور الأولى حاويات من هاي الحديد حتى ما تحترق. مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدينا، وننتقل إلى مقطع آخر، إلى محافظة البصرة، حيث طالب أحد المواطنين هيئة النزاهة بالتحقيق في مشروع الحديقة العامة في تقاطع التجاري العسكري باتجاه منطقة المعقل، حيث بلغت كلفة المشروع 3.5 مليار دينار عراقي، وهو في الواقع مجرد أرض جرداء قاحلة وفيها مسار وضع فيه الحجر المقرنص وبعض المظلات. دعونا نشاهد. هيئة النزاهة إلى اللجنة البرلمانية اللي شكلت التحقيق في ملفات فساد محافظة البصرة. هذا أصغر ملف فساد موجود في محافظة البصرة. هاي الحديقة مثل ما قاعد يشاهدونها وياي بتقاطع العسكري، تقاطع التجاري، مساحتها لا تتجاوز 500 متر. كلفة هذا المشروع 3.5 مليار. 3.5 مليار، تصور المبلغ. عبارة حديقة، شنو هاي العبارة؟ عبارة عن سيل ومقرنص، ويحط لك كم شتلة وقال لك روح. 3.5 مليار. وين نواب البصرة اللي صدعوا رؤوسنا بالتحقيق وكشف ملفات الفساد؟ عليهم التحقق من هذا الموضوع. مشاهدينا، دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. تسنيم تقول:
موضوع جدا مهم لا يقل أهمية عن النظام الاقتصادي والصناعي وغيرها، لما له من أهمية كبيرة على النظام البيئي وصحة الإنسان ونقاوة الهواء، وبالتالي التأثير المباشر على الصحة النفسية للفرد، وهذا ما لم يلتفت إليه الكثيرون. مازن يقول البلدية شنو شغلها؟ يتساءل. في تعليق لدينا من نور يقول أو تقول والله نحتاج نزرع حتى لو مساحات كلش صغيرة، لكن مردودها كبير على الجميع وحتى نفسنا والجو يتغير. تعليق لدينا من مالك يقول القصد من هذا الإهمال حتى بعد فترة تتقبل الناس فكرة إعطائها استثمار لواحد من المتنفذين. هناك أيضا تعليق من حيدر يقول أكو منتزهات صار ساحة مولدات، تحولت إلى ساحة للمولدات. والحشامي يقول متنزه حي أور الثاني ترابة أو ترابة. مشاهدينا نستمع لرأي السيد عبد الرزاق من بابل معنا. تفضل سيد عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للمتنزهات وغيرها من الأماكن الترفيهية، بالدرجة الأساس هو بناء الوعي الثقافي لدى الإنسان. يعني إحنا اليوم محتاجين ثقافة المواطن، اهتمام المواطن بوطنه بلده. يا أخي إحنا المشكلة أغلب الشعب، أنا ما أقول الكل، عنده روح الاتكالية. آنش عليه، ما يصير هيك. هذا بلدك، هذا بيتك، انت المفروض يعني تقدم لهالبلد هذا اللي تقدر عليه. يعني احنا المشكله مالتنا يا استاذ محمد، وانا اشوفها الصراحه، يعني عندنا ماكو عندنا يعني تحمل المسؤوليه، وما عندنا ثقافه المال العام. يعني تشوفه مثلا اذا اكو قلوب بالشارع حط عليه كسره، اذا اكو شجره يعني هذا المفروض تترسخ بعقل كل مواطن. احنا بلدنا هذا بيتنا، هذا المتنزه الترفيهي يخدمك، يخدم عائلتك. يعني احنا المفروض هيك تكون قبل ان 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 نبني البنى التحتيه. يعني بس سؤال، هو كيف للانسان ان يتنمى الوعي لديه والخوف على مصلحه البلد العامه وعلى المال العام وما يتعرض له، إذا كان مبدأ العنف هو المبدأ السائد في العراق اليوم؟ السلاح لما ينتشر يشجع الإنسان على حب الدم. يعني اليوم سهولة قتل الإنسان في العراق وسهولة حمل السلاح والحصول عليه وغياب القانون في كثير من الأحيان يشجع على تنامي العنف، وبالتالي ينعكس على الطفل، ينعكس على المراهق، ينعكس على الرجل الكبير في السن، المرأة كذلك. لما تشوف تصرفاتهم في الشارع العام يشيل النفايات يرميها بالطريق رغم وجود حاوية في بعض المناطق. كذلك بالنسبة للأماكن اللي ممكن يكون هناك أماكن خضراء أو نظيفة أو مرتبة، أيضا مثل ما تفضلت يكسر ويفلش ويسرق وغيرها. هاي منو يتحمل مسؤولية هاي الأفكار اللي غرست في عقول جيل كامل من المجتمع العراقي؟ شوف أستاذ محمد، إحنا بطبعنا كعراقيين، أنا مالي دخل باللسان الشرقي، إحنا كعراقيين نقلد ونتأثر. يعني كلامك مضبوط، القدوة لما يكون إنسان يقدم الخدمة الصحيحة، يكون متمثل بالآداب الصحيحة، بالأمور الطيبة، يشوف الآخرين يقلدوه. دائما النظرة تكون للقدوة. إحنا مثل ما تفضلت، القدوة مالتنا هو جاهل، هو متخلف، هو ما يعير أهمية لبلده. فصحيح هذه لها انعكاسات السلبية على الشارع، على المواطن. فإحنا نتأمل يا أخي تتغير هذه الطبقة الجاهلة. وبالمناسبة أستاذ محمد، يعني اليوم نشوف القدوات، للأسف الشديد القدوات اللي تقود المجتمع يا أخي هي بحاجة إلى تعليم، بحاجة إلى ثقافة، بحاجة إلى تنوير. وإحنا اليوم جاي نشوف الطبقة المتخلفة الجاهلة هي اللي تسود. هذه ليش يا أستاذ محمد؟ طيب راح أعطيك مثال حي طبعاً. عاشته الجارة تركيا في فترة من الزمن،
وهذا الكلام بشهادة أتراك قالوا على سبيل المثال في مدينة اسطنبول اليوم اللي هي يضرب بها المثل بالسياحة والنظام والترتيب وغيرها، أنه كانت في فترة من الزمن عبارة عن مكب للنفايات. هذه المدينة اليوم اللي تشوفها أنت بالمحطات، شوف جمالها، جمال الطبيعة فيها، الشوارع المبلطة، الكهرباء، المشاريع العملاقة، هذه كانت مكبا للنفايات في فترة من الزمن، وكان يسكنها أيضا نوعية من بعض البشر اللي أيضا عندهم نفس الفكر التخريبي أو هاي العقلية الفوضوية العشوائية، اللي كانت لما البلدية تزرع يجي هو يفلش، يجي هو يمزق أو يشيل أو يسرق مثلا. مع مرور الزمن وبتعامل من الدولة بطريقة، أول شيء طريقة حكيمة، واستمرارها بعملية البناء، أصبح عند الإنسان طبعا بناء بالمدارس وتهيئة فكرية للإنسان ومحاولة توعوية في كل مكان، في وسائل الإعلام، في المدارس، في الشوارع، في كل مكان، أصبح الإنسان مقتنعا بأن هذا الأمر الطبيعي اللي دي يصير حاليا، عملية الإعمار والترتيب والنظافة، هو الأمر، هو الواقع اللي لازم أعيشه، مو لازم أخرب. وبالتالي نرجع للجوهر القضية اللي هي الحكومة المسؤولة عن الموضوع، الجهة الرسمية هي اللي خلت الإنسان هذا يحول مدينته من مدينة كانت مكبا للنفايات إلى مدينة اليوم يضرب بها المثل ومقصد سياحي. أستاذ محمد، شوف أرح أضرب لك مثل ما تفضلت مثل على دولتين اللي هن إيران وتركيا. تركيا يعود الفضل للرجل أتاتورك. أتاتورك ابتعد عن المقيد اللي هو الموروث، فحاول أن ينهض بالبلد مالته إلى يعني مصاف الدول المتقدمة. وشوف بالفعل يعني شاهد تركيا بزمن الدولة العثمانية دولة متخلفة، إجا الرجل أتاتورك قضى على كل النفايات. نتحفظ على اللي تفضلت به، لأن هذا الكلام غير دقيق. يعني بالنهاية أنت تعرف تاريخ الدولة الإسلامية العثمانية. إحنا مع أستاذ محمد، أنا جاي أقول لك الرجل ابتعد عن الموروث فحاول أن ينهض بالبلد. هو بعيداً عن هاي الأجزاء اللي مو شغلتنا، احنا دريد نوصل الى جزئيه تتعلق بالعراق. انه العراق العراق لماذا لا يقتدي بس دقيقه لماذا لا يقتدي بدول الجوار كتركيا وايران على سبيل المثال من ناحيه الاعمار والخدمات؟ انا ما لي علاقه بالنظام السياسي، انا نتكلم عن الاعمار والخدمات. ايران هاي اليوم اللي تدزلنا الشر من كل مكان، هي انظر الى مناطقها السياحيه، الى المناطق، الى الشوارع المعبده، الى الكهرباء، الى الخدمات موجوده بها وبشكل متطور على فكره. طيب لماذا لا تقتدون بجارتكم اللي تقولون عليها هذه الجاره التي لولاها لكنا في خبر كان؟ طيب لماذا لا تقتدون بايران على سبيل المثال؟ دعك من تركيا، عمروا، بلطوا، اسسوا مناطق ترفيهيه للبشر. إيران أستاذ محمد، أعكس لك الحالة. إيران من إجا الشاه ابتعد عن الموروث، إجت الطبقة بعد الشاه تأثرت في الموروث. فاليوم اللي جاي نشوفه تقدم إيران، ازدهار إيران، تطور إيران، مو عدل هاي الطبقة الحاكمة اللي تقود إيران، هذه طبقة متخلفة. وخير دليل إلها الشاهد اللي موجودين اليوم يحكون هذا البلد هم امتداد للطبقة اللي جاءت لكم إيران. فهذه يمتى ما العراق يتخلص من هذه الطبقة المتخلفة المتحجرة فيك العراق ينهض إلى مصاف. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من باب الوصلة الفكرة. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام. يعاني مستشفى الزبير الحكومي الوحيد في قضاء الزبير من مشاكل كثيرة، من نقص كوادر الحماية وعدم توفير مفارز أمنية أمام المستشفى وعدم وجود مفرزة مرور، حيث يقف أصحاب سيارات الأجرة ونقل الجنائز بشكل عشوائي غير منظم أمام المداخل، مداخل المستشفى، ويتسببون بحرج كبير للمراجعين ويقومون بقطع حركة السير أمام المستشفى. وأيضا الشارع متضرر بشكل كبير، حيث الحفر والأتربة وأعطال الإنارة المستمرة وغيرها من المشاكل، وسط صمت من المسؤولين في القضاء في معالجة هذه المشكلة ومشكلة المستشفى التي تستقبل أعدادا كبيرة جدا من المراجعين يوميا. دعونا نتابع هذه اللقطات مشاهدينا الكرام التي وردت من محافظة البصرة. Thank you.
نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر مشاهدينا الكرام. رصد ناشطون حال الشارع الفرعي القريب من مستشفى الناصرية العام في منطقة الحمام وهي منطقة مهمشة لا توجد فيها أي مشاريع خدمية. دعونا نشاهد. من حقنا كمواطنين أبناء محافظة ذي قار وأبناء مدينة الناصرية نسأل، أكم أموال تخصصت محافظة ذي قار من سنة 20 إلى سنة 24 تقريبا من 5 تريليون دينار عراقي، هاي الأموال مخصصة لأعمال محافظة ذي قار. طبعا أكثر من 700 مشروع من سنة 20 إلى سنة 24 من ضمنها مشاريع يعني بنية تحتية متكاملة محافظة ذي قار، مشاريع مجاري، ما صحة، مشاريع تعليم التربية، رياضة، طرق وجسور. فهالمشاريع طبعا من تقرأها بمشاريع لحالة ما تلقاها على الورق وتحدى أي مسؤول ما تلقاها. على سبيل المثال هسا هاي منطقة الحمام الثانية خلف مستشفى تركي، وهذا الشارع، شوف هذا الشارع موظفين مواطنين كلهم يعني على هالطريق هذا، يعني انت بعد عجز الحكومة عن سرعة تنفيذ مجسر الإسكان وإقصاء طريق السريع يقول لك هذا طريق فرعية اختصر طريق، وطريق قريب على المستشفى التركي، طريق حولي من حول الإسكان إلى الطريق البوابة المستشفى الثانية، وطريق قريب على المستشفى التركي. هذا الشارع بلطوه فقط هيك مجرد ترقيع بالحكومة المحلية السابقة، بلطوه بدون ماي لا مجاري لا كهرباء المنطقة تفتقر، والشارع هذا بلطوه يعني بدون ما يوسعونه يسوون الحوض ماله 20 متر، لا جماعة سووه 6 متر وعافوه. طبعا هذه المنطقة تفتقر خدمات كلها، وناهيك عن الزحامات قاعد يصير مجسر اسكان تجي العالم من هالطريق هذا. بس الحكومة المحلية غير مثلا توسع هالطريق تفتح طرق فرعية فك الاختناقات مركز مدينة ناصرية، لهم تشربيلي انتم فقط انارة صبغة رصفة. ومن الاهم من الاهم مشاريع استراتيجية، لهم مشاريع ترقيعية، مشاريع استراتيجية مجسرات جسور فك اختناقات، لهم مشاريع ترقيعية نافورات مزنجرة لو انارة لو صبغة رصفة. نستمر مع هذا الملف مشاهدينا وننتقل إلى مقطع آخر. إذ انتقد أحد المواطنين الفوضى الحكومية في مشاريع الطرق حيث لا توجد أي خطط رصينة في تنفيذ المشاريع، وفي كل يوم يتم حفر الطرق لأسباب مختلفة منها لغرض مد أنابيب المياه وغيرها من هذه الأسباب، ما يدل على فشلها، فضلا عن الأضرار التي تثقل كاهل المواطن من تردي حال الطرق المنشأة حديثا لكثرة عمليات الحفر والاختناقات المرورية كذلك. دعونا نشاهد. ما أعرف أكو عقيل ماكو عقيل، زين أنا عندي اليوم مشاريع، هل من المعقول ماكو تخطيط؟ هل من المعقول يوميا حافر لشارع ويوميا ماد لبوري؟ مو هذا يا أبوي هدر للمال العام، تخريب ممتلكات عامة، أذية الناس. إلى متى إحنا نبقى بدون تخطيط؟ ما أعرف شلون قاعد تشتغلون أنتم من يوم من قطعتوا شارع النجف ومديتوا بوري، زين هذا البوري بعد فترة هم أنا متأكد 100% راح تجون تحفرون وتسدون الشارع. ليش ما تقعد الدوائر كلها، المي، المجاري، الكهرباء، الانترنت، شكو دائرة إلها مشروع بهذا الشارع يقعدون حتى نخلص؟ إلى متى إحنا نبقى؟ إلى متى إحنا نبقى نتحمل أخطاء المسؤول؟ إلى متى يعني؟ ما أعرف والله ما أعرف. إلى متى هم أرجع وأقول ما أعرف. التخطيط بالعراق ماكو شيء اسمه تخطيط نهائياً. مشاهدينا دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. حمزة يقول شغلة مقصودة وواضحة وهي الفساد والسرقات بأي وسيلة ممكنة. لدينا تعليق من عدنان يقول هدر الأموال وشغل بدون تخطيط. وليد يقول أي والله دمروا الشوارع محفروا وعايفيها. ولدينا تعليق من محمد يقول ماكو إدامة بس أكو بوق وغش،
هكذا يقول محمد. لدينا بهاء يقول: ليش إحنا بالعراق هم عندنا هيئة طرق وجسور؟ يتساءل بهاء. وآخر تعليق لدينا مشاهدينا الكرام من سامر يقول أو سمير: أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ننتقل مشاهدينا إلى فقرة الإنفوغرافيك. أقرت نقابة الصيادلة أن الأدوية الفاسدة تدخل عبر المعابر وبأن تاريخ الصلاحية يتم تزويره داخل العراق. وقالت النائب الثاني لنقيب الصيادلة أنيس الجبوري إن السبب والمصدر الأول لوجود الأدوية منتهية الصلاحية هو دخولها وتهريبها عبر الحدود، مبينا أن هناك دخلاء على مهنة الصيدلة الذين لا يملكون شرف المهنة وأن همهم الأساس هو تحقيق الربح ولو كان على حساب حياة وصحة المرضى من المواطنين الذين يستخدمون هذه الأدوية وهم لا يعرفون أنها منتهية الصلاحية. إلى جانب ذلك سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على ملف الأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية وأثارها الخطرة على صحة الإنسان. لنشاهد. انه اكو ادويه واكو علاجات مشموره بالاتلاف مثل ما تشوفون قدامكم. هذا كب التاريخ مالته 2017 والانهاء مالته 2000 الاكسباير مالته 20/8/22 مثل ما تشوفون، يعني بعد ما منتهي وصار لهم تقريبا 8 اشهر او ما يقارب سنه ذابين هنا. بالاضافه لهالعلاجات خلي شوف الناس، خلي شوف زين، انتم لا محتاجين، ليش تشتروهين؟ ليش تشمروهين؟ الله اكبر الله اكبر. مشاهدينا ننتقل الان الى اخر فقره لدينا في هذه الحلقه وهي فقره الهاشتاج. تفاعل مدونون وناشطون مع وسم رفح تحت القصف للتنديد بالقصف الصهيوني على مدينة رفح واستمراره بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة المحاصرة وسيطرة الاحتلال على معبر رفح الحدودي مع مصر في مخالفة للمعاهدات الدولية ومؤشرا على بداية عملية محدودة على مدينة رفح. حسام يقول: العالم لا يحتاج إلى عينه لكي يرى، بل إلى ضميره كي يصحى. الإبادة مستمرة والمجازر تستمر ورفح لن تكون الأخيرة. هذا الكيان يعيش على الدم ولا يقبل غيره. لدينا تعليق من علياء تقول: يا أهلنا في قطاع غزة الحبيب، الله بشر الصابرين فاثبتوا واصبروا وصابروا في رباطكم وأبشروا بالنصر والتمكين، وإنها لإحدى الحسنيين نصر أو استشهاد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لدينا تعليق من خالد يقول:
يعرقل نتنياهو أي جهود تقود إلى تهدئة الأجواء في غزة رغم مرونة حماس، فيما وصفه جنرال سابق بأنه مختطف من قبل اليمين المتطرف في الحكومة، فلماذا يستميت للحيلولة دون إنهاء القتال وتحرير الأسرى؟ نور تقول: الإبادة الجماعية تدخل شهرها الثامن، وأكثر من 6000 طفل في رفح يهددهم خطر الإبادة الجماعية بعد بدء الدخول البري على رفح. بهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.